قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه يتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول عودة الأسلحة النووية إلى بلاده. هذا واقترح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إعلان هدنة في أوكرانيا دون تغيير مواقع القوات منعا من حدوث تصعيد أكبر والدخول في محادثات لحل النزاع على وجه السرعة. وشدد لوكاشينكو على أن اتفاق الهدنة يجب أن يحصل قبل الهجوم المضاد لأن ذلك سوف يجعل المفاوضات مستحيلة. وفيما أبدى مخاوفه من نشوب حرب نووية بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا، شدد لوكاشينكو على أنه إذا رأت القيادة الروسية أن هناك خطرا يهدد البلاد بالانهيار فستستخدم أكثر الأسلحة رعبا على حد وصفه. وأعلن لوكاشينكو أنه طلب من روسيا إعادة سلاح نووي إلى بلاده لحمايتها من التهديدات وليس لابتزاز أي أحد. من جانبه رد الكرملين بأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا الآن لن يحقق أهداف موسكو في تعليقه على دعوة روسيا البيضاء إذن لوقف إطلاق النار الفوري. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش دعوة جارته للتفاوض وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الفوري غير ممكن وقال إن بعض الجوانب في خطة سلام طرحتها الصين لا يمكن تطبيقها متهما أوكرانيا باتباع أوامر الغرب فيما يتعلق بالتفاوض. إذن نناقش تصريحات رئيس بيلاروس تحديدا وطبعا التطورات في الأزمة الأوكرانية بشكل عام مع ضيفي من برلين عبر الأقمار الصناعية الدكتور رافائيل بوسونغ، ينضم إلي الباحث في المعهد الألماني للشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور رافائيل. بداية، كيف تقرأ دعوة لوكاشينكو اليوم إلى هذه الهدنة في أوكرانيا تحديدا من حيث التوقيت؟ بالنسبة لي هذا لن يحدث الفارق الكبير لأنه تحدث بهذا التصريح وهذا الخطاب السنوي الاعتيادي الذي يركز على مسائل متعددة. وكما سبق وذكرتم، المسألة الكبرى بالنسبة للعالم كانت هذه الدعوة لإعادة وضع السلاح النووي في بيلاروس، وهو قال وزعم أن بولندا بشكل مزعوم تحضر هجمة ضد بيلاروس من دون أي أدلة من أجل ربما تبرير هذا الطلب للأسلحة النووية وحتى لتدعيم القوات المسلحة البيلاروسية. هذا ما يقلق هنا الآن بالمقارنة بهذا النداء للهدنة. هذا لن يعتبر تصعيدا، ولكن هذا لا يعتبر أيضا أي استراتيجية سلام، لأن موسكو بحد ذاتها لا تأخذ على محمل الجد أي فرصة للهدنة الآن أو لوقف إطلاق النار، وهذا لن يحدث أي فارق. بالضبط، لكن لأي مدى نقرأ في هذه الدعوة دكتور رافائيل يعني تراجع أو حساسية وضع القوات الروسية على الأرض؟ يعني لأي مدى تشير الدعوة هذه إلى أنه وضع القوات الروسية على الأرض حرج ولم يعد بنفس يعني القوة كما كان؟ إن الزيادة في السردية النووية لطالما كانت مصحوبة بهذه المخاوف لدى الجيش الروسي أو حتى الرئيس بوتين الذي يرى نفسه محشورا في الزاوية وهو يلجأ إلى التصعيد النووي، وهذا ما قام به في الماضي وحتى في السنة الأولى من الحرب، ولكن لم نرى أي من هذا التصعيد على الأرض، أن كان هناك هذه التهديدات المتزايدة ضد روسيا لألا
لا تستخدم السلاح النووي من أجل تفادي الكوارث. وحتى الصين مع هذا الغموض وهذا الحياد شددت على عدم تحبيذ استخدام أي سلاح نووي. إذن بالمجمل وبحسب أغلبية التقييمات، هذا أمر فقط يعتمد ويقتصر بالسردية، ولكن في حال كانت هذه الهجمة الأوكرانية التي نتوقعها في أبريل وفي حال نجاحها ونجاحها في الضغط على روسيا بالشكل الملحوظ، إذن عندئذ سنسمع السردية تتكرر ونحن لا نعرف مدى جاهزية روسيا للقيام بأي أمر معين. ولكن الآن لا يمكننا القول بأن روسيا خائفة ومن أجل ذلك فقط سنعطي النصر لروسيا، ولكن روسيا الآن تسيطر على 20% من الأراضي الأوكرانية وليست بمكانة لا لأوكرانيا ولا للغرب بالقبول بذلك. كيف تعتقد يجب أن يعني تكون ردة فعل الغرب اليوم تجاه التفاوضات التي تحصل بين بيلاروس وروسيا بشأن نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس، وحديث طبعا الكرملين عن أنه الخيار النووي ليس مستبعد؟ ما المطلوب اليوم وماذا يستدعي هذا النوع من مرحلة التصعيد هذه؟ هذا القلق معقد، ولكن أولا هذه ليست دهشة أو ليست مفاجأة، لأن كان هناك هذا التعديل الدستوري في بيلاروس مع بداية الحرب في 2022، وهذا التعديل الدستوري كان ينص على الصلاحيات الإضافية للوكاشينكو ضد الاحتجاجات الوطنية، وتم إلغاء هذا البند الذي كان يعتبر أو ينص على حياد بيلاروس من الناحية النووية. الآن مع التحاليل الغربية الأمنية لن تدهش بهذا التصريح، لأن هناك هذه الخطط للردع النووي كما في أيام الحرب الباردة. ولكن السؤال يكمن فيما يلي: هل سترد دول الناتو بشكل انتقامي مع وضع هذه الأسلحة بما يقترب من روسيا وبيلاروس؟ لأن هناك القوات التقليدية للناتو التي زاد عددها في دول البلطيق في بولندا، ولكن ليس هناك أي سلاح نووي منشور في هذه البلدان، وإن ألمانيا لا تزال تحافظ على بعض هذه الأسلحة من أيام الحرب الباردة. لا أظن أو لا أعرف إذا ما كان الأمر صائبا الآن بالقول بأننا سنضع الأسلحة النووية في دول البلطيق أو في بولندا، ولكن نحن سندعم الدعمات الجوية المضادة للصواريخ وأيضا تحسين هذه المواقف المتعلقة بالناتو من الناحية النووية بالقول بأنه في حال استخدام روسيا أو بيلاروس لهذه الأسلحة إن الكوارث ستأتي على مستوى النتائج. إذن الآن هناك توترات نعم تتكدس. أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه التفاصيل. الدكتور رافائيل بوسونغ الباحث في المعهد الألماني للشؤون الأمنية والاستراتيجية حدثتني من برلين، شكرا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.